وحدها الخيام البعيدة تحولت إلى وطن بالنسبة لهم. فبعد أن صارت منازلهم متارس لحرب اشتدت وتيرتها وتعددت فصولها، ظلت هذه الخيام بمثابة المسكن والحي والمدرسة في رحلتهم الإجبارية الطويلة التي تلخصت بفقدان أمل العودة. هنا في مخيمات النزوح الممتدة، حيث هموم الحياة المثقلة وأجساد الأطفال النحيلة، فخلف مشاهد الحرب يمكث العديد من الذين ضاقت بهم كل الأماكن ولم يتبقى لهم شيء غير انتظار ساعات انتهاء الحرب. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين قالت في وقت سابق إن 10% من اليمنيين نزحوا من مناطق إقامتهم التي تشهد مواجهات مسلحة، وما زالت معدلات النزوح في تزايد. وخلال الأيام الماضية نزحت 580 أسرة من مديرية الصل وجنوب شرقية تعز، كما أكدت ذلك إحصائيات لمنظمات إنسانية عديدة. ولأن مأساة النزوح قد جعلت من غير الممكن الاستعداد للتكيف مع طبيعة الحياة الجديدة، فإن الأمراض والأوبئة تظل مرافقة لهم في كل وقت. تظل كل مشاهد الحرب التي فرضها الانقلاب مخيفة في كل الأحوال، وتظل معاناة النازحين في رحلة البحث عن مساكن آمنة هي الأشد إيلاما في المعادلة التي فرضت على الأبرياء.